نعمة الله مرة ثانية، جزء ثاني من أمونج أس بلت بور، ولكن مودا دقيقة يا جماعة، دقيقة والله أنا ما حلف في المودات، لا أصبروا. فاصل بسيط أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وترى ما بقى إلا أسبوعين على رمضان، ونوني يا جماعة الخير مجهزين لكم تخفيضات لشهر رمضان يمه. أعطوني رصيد 300 ريال مجاني، قالوا لي أبو حميد ادخل اطلب اللي تبغى لانك بتصدم من الاسعار، اسعار مره رخيصه. بخذيت فره سريعه كذا وطلبت لي يا جماعه الخير جهاز مساج، وطلبت لي باور بانك ب 49 ريال، وطلبت لي ايضا سماعه ايربودز ب 53 ريال، وطلبت لي ب 4 ريال معطر جو، وطلبت لي حق غرفه بعد ب 25 ريال. وصلتني كلها بيومين لاني دخلت على منتجات اكسبريس، لو تلاحظون اطلب في غضون 11 ساعه، ارجع مجاني وشحن موثوق ومجاني برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وشو؟ اوه هذا جهاز المساج، الشاحن المتنقل، هذا اللي بخمس ريال باين عندكم، هذا معطر الغرفه اللي بخمس ريال، رخيص رخيص رخيص، وهذا الاير على طول. اوه هذا ممتاز، ورب المصحف ممتاز، ما توقعت كذا، حسيت انه بيطلع كلام، والله رهيب. وفي الختام يا جماعه، شفت التخفيض هذا اللي قدام عينك؟ تقدر تخفض زياده لك انت، ينزل لك في السعر اذا استخدمت اس اكس اكس بي او اس اكس بي، رابط من تحت. عليكم بالعافيه وشكرا لكم، مشاهده ممتعه للمقطع. بيكون في مواطن من بيننا كلنا، ترى مو شرط اذا قناتي يا جماعه انه انا الامبوست، لا بس بدر اشرح لهم الموضوع، طيب بس قاعد الاحقك. بكل بساطه في مود واحد وهذا جايبينها عشان نخلص، ما حد يدري كل واحد بياخذ هذا شيء. شيء ثاني يا اخوان، راح يكون في امبوستر واحد نفس طريقه المقطع اللي كان بقات فور، اللي يجي الامبوستر عليه ويضربه ضربه من ورا يطيح بمكانه يسكت. اذا قلنا اجتماع الكل يتجمع في الغرفه هذه، عندنا دقيقه نتناقش فيها، واضح؟ عندنا مهام، انا ما ادري بعد ايش مهمتي، يمكن اصير امبوستر يمكن اصير امبوستر، ولكن فقط المواطنين عندهم مهمه واحده بس، يعني انتم حظك بالمهام. اللي انا اعرفه يا احمد ان كل واحد عنده مهمه، والامبوستر فقط شخص واحد، وايضا فيه واحد من بين المواطنين عنده مود او قدره مهمه. يعني عندك حاجه تميزك عن غيرك. لا 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 يا جماعه، حاجه تميزك عن غيرك، واضح؟ اخر مقطع سويناه زي كذا كامات كثيره، كان شرطي حرامي وصل 4 مليون، ما بطمع يا جماعه، بس تعلمونا من دعمكم منها والله تعبنا. روح يطلع جواله الان، الكل يطلع جواله. التوزيع تفضل. بسم الله، عشان بس تكون متاكدين، نبدا من يسار عشان ياخذ من هناك. يلا. ليش؟ طيب انا ضيعت القناه. لا هنبدا من عندك. يلا هنبدا من عندك. لا. بسم الله توكلنا على الله. يلا خذ. يا رب يا كريم. تبي اخبصها؟ روح وتعال. اروح وتعال. يلا اللي بعدك. يلا. طيب اخرها. افتح. الحين كل واحد بعدي تشغيل الكام. نبدا كويس. شوفوا الكامات بعدها، اطلعوا بعيد. اطلعوا بعيد كويس. واحد شوف مهمته ويقرا. بسم الله. يلا يا كريم. النبي حبيب الله. صلوا عليه. يا رب يا رب يا رب يا احلى مهم. يا رب ماني مرتاح لمهمتي انا، والله ماني مرتاح لمهمتي. بسم الله. هلا. احس انك مبسطه. ليش؟ جي ما جيتك. مره طيبه مره طيبه. وروح جا. طيب انا ما معي جوال، ما قررت بيكون معي كاميرا كامله الحين. طيب انا بفتح. انا مواطن، مهمتك تشيل القلادة من الكلب. وش يقول؟ أنت مالك المهمة سو أحط طبخات تيك توك. العيال أنت مالك المهمة اقنع واحد يشرب بيض نيل. أبغى جاكوزي وجلسي لك والله. مبروك، انت المواطن الوحيد اللي عنده خاصيه الكلب. تستخدم طول الجيم. شو خاصيه وتاقم بصه؟ وش انت؟ وش انا مبصه؟ لا بلا وش احمد ما لعبت على طول، والله ما لعبت. طيب انت ما ابدا ابكره زين في شيء جرتني.
هذا الامبوستر ركان ركان روق خذ نفس. لا والله مو معقول انت كاتبها هاي شلون بسويها تكفى هذه شلون بسويها قسم بالله اني خايف قلبي يعورني قلبي يعورني بس انت ايش قلبي انت ايش هذا الامبوستر هذا الامبوستر يس يس حبه حبه باذن الله الامور طيبه وعلى مهلي أنا مستعجل بروق بسوي نفسي عندي مهمة بدور بطلع فوق باخذهم واحد واحد برش بعد توريني والله توريني طيب توريني والله توريني أنا مواطن والله يلا وري ترى ممنوع بس احنا غشينا لأن قناتي أنا مواطن أنا كلب مو كلب قصدي شو مهمتك أنت المود إيه والله مصرف مبروك أنت المواطن الوحيد اللي عنده خاصية خاصية الكلب أيوه خاصية الكلب هذه اسمع ركز معي اسمع ما أقول لك شيء تكفى طيب اسمعني بس كذب لا 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 والله ما تعرف سوري عطيني اوكس رايت تكفى احسنت الخاصيه هذه انا كنت ابغى تجيني بقول شغله ايش سالفتها خاصيه انك تمسك الكلب معاك خاصيه الاول فيها تمسك الكلب معاك والكلب وقت ما يجون العيال تقدر تستخدم انه يطب على اي احد يقروشهم يخوفهم انت ما تقدر ولا ما اقدر اخذها الله يخف حقيقه طيب اقرا حقتي بصوت عالي مهمتك تشيل القلاده من الكلب خلاص خلصي والله ما اشيل القلاده اسمع انا وياك الان مهمتنا سوا روح الكلب انا يا ولد ليش يلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ليش من وين جيت وشوف ما اعرف ها طيب بس بعلمك مثل نصر كذاب تو منزل مقطع قبل كم؟ قبل اسبوعين يعني عنده خبرة لا والله ما عندي خبرة ها جبنا العيد في المقطع شو جبت العيد مرة ثانية؟ لا يا ولد اسمع انا هذا كذا افتح بين شك ناظرني انا عندي شيء هنا ابي وش تبي انا عندي شيء هنا لازم اسويه وش تسوي؟ مالك شغل تعلمني انت مواطن ولا لا انا مواطن قل والله ما ابي شوف قل والله انك مواطن قل والله انك مواطن لا عبد الحلف تعرف انت لا يا عبد الحلف تعرف نظر المواطن صح عشان لا نحوش صح على العموم انا عندي اخذ شو رجع انا مكتوب عندي الكلب استخدمه طول الجيم مهمتي دخل الكلب على ثلاثة من الشباب في بوابة استخدم الكلب ادخله والقلادة حقتك وبيفكونها لك بسرعة ما في وقت المواطن اللي يذبح أنا عارف نجيب دقيقة ناصر لا عندكم الحين تسمع زين ايه بشغل التايمر يا جماعة بعد دقيقة ونص والله ما حد يتكلم ولا في تصويت من قبل من اللي شو يسمع انا كان سلام عليكم وقف خلينا نبدأ دقيقة واحد اثنين ثلاثة السلام عليكم عيال ما عندنا وقت اسد دحوم وش سويت وش شفت قبل شيء بعيونك في المطبخ مين مات هذا مين نقص من مات ما حد مات لا كله كاملين انا بقول لك شاف كل شيء دحوم بعيونه انا بقول صدق وشو؟ ناصر سمعت صوت طق ولكن شكله اي مضاع دخلت لا هو مسوي كذا على ركان قمت انا سويت كذا خلي نحشت هذا قلت حاا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 ا
ايوه برا ناصر صح؟ انا بس ليش؟ ليش؟ بما اني انا كبير بالعمر واعرف فاهم الحركه يوم اني كنت مراهق قبل روب مسوي نفس حركاته لبس هذه اني انا مواطن مسوي كذاب انت القاتل ماجوري الصلاه دقيقه انا ابريه ايه بره باب لا هذا قاتل هو ما في البوستر واحد اول شيء ايه ملوك طيب ركان بس شكل بعيد هنا يطقطق يا طيب اللي بيطقطق اللي بيطقطق بنصوت عليه وبنطلع يس اللي بيطقطق تمام انت استماع كل واحد شيء مهم لا تضربني زيادة اضرب بطيك بسيطة بسيطة انت من الطيرة من المقطيرة يلحقني يا عيال تكفون مهمتي انه واحد يشرب بيض ني تكفون ما في لحمة شو كل معضل اشرب كم تدفع يا اخي برا فلوس يا اخي طفرتوني كم تدفع تكفى بدر اشرب لا انت اشرب بدر اشرب خالد اشرب خالد تكفى اشرب انت فريق واحد خل واحد من اخوياك عشان تكمل همك قلاده عليه اي والله انه في قلاده انا ابوك اللي جابها هذه القلاده اللي تبينها فكها صعبه هذه فكها والله ما اقدر ورب المصعب احمد الحين هذه القلاده اللي تبينها فكها يعني مو فكك احمد فكها هذه انت رايح ايه مستحيل والله ما عندي عقده ايه هذا بروفوس ولا حد أبلا تدري وشو؟ لازم أطبخ طبخة من طبخة التيك توك طبخة من طبخة التيك توك بس المشكلة ما أعرف طبخة التيك توك ما فيه إلا مقطع واحد سويته وجيب فيه العيد بطاطس خذ بطاطس وحط بيض وخلطها مع بعض صح ركان صح ركان يلا الموضوع ها؟ ركان وش مهمتك؟ وش مهمتي؟ أنا عندي مهمة يا أخي ملعقة من المطبخ قبل شي جبتين مع ناصر وبطلع أسوي شي فوق ما راح أقول لك وش طب اسمع مهمتي إني أقنع واحد يشرب بيض ني تكفى طيب اسمع نسوي اتفاقية هذا إثبات إني مسالم أبى أشرب البيض الني وأبيك إذا صار شي معه شي تكون معي صفحة تشوفون البيضة؟ تشوفون البيضة يا إخوان البيض الني تشوفونه واضح؟ أبى أشربها كاملة جغمة كاملة عشان أثبت إني مسالم يوسف بقف عليك بس طيب اصبر دقيقة لا 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 والله صعبة هذه والله صعبة طيب أبني أطلع لبقى المهمة وقطع من المحشوة أعطيك ماسك معي لا 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 يا حمار أنا ما فلت يوشي بعد حوزة رجعت لك إبراهيم رجعت لك بس بفك مني لا والله ما دفتك مني قاعد يعفل لي شوفوا ابو كمل ابراهيم قاعد يسترجع وجهه يا الله يطول هذا ابراهيم طبعا ما في اضاءه اتوقع ما تشوفون زين ابا وش اطبخ والله العظيم اللي ما ادري وش اطبخ قسما بالله شوف الان مع بعض شو يطلع معنا نفتح الثلاجه نشوف شيء في الثلاجه التيك توك هم يطبخون اي شيء يسوون اي شيء بكيفهم انا اليوم بسوي اي شيء بكيفي في اضاءه ابو صالح اربط انا خليني بربط انا خليني بربط صح الحلقه اني امسك الكلب هذا وخوف في ثلاثه من العيال بس انا اللي خايف ما اقدر خلاص امسك يمسكه والله يا انه ما يخوف قسم بالله امسكه يهجم علي اذا مسكته من ورا راح اشوفك اي طيب ايش قاعد يرجع لك اي وري خش فيك ايش تسوي يا حمار انا ما بدي امسك بعد حوزه طب سوي بسافه بسافه يا ربي فين ضيقي خلاص انا معك خلاص يلا معك احتاج ملعقه انا احتاج اسمع طيب خلوني اخلص يا عيال عندي طبخه لازم تشد جوده بتشوف يا حبيبي تدقني يا ولد يا ولد
اجتماع 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 هدوء 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 ركنا هدوء اجتماع هذه مهمة مين؟ هذه مهمتي انا. هذه مهمتي انا. ايش هالمقطع؟ ما يجي بخير. دقيقة خلص. اصبر يا ما صليت على الشيخ خلني اتصور وليك قلت يمه. اسوي لك كفر اسوي لك كفر. بجي يمكن. يمه والله انه يشوفني والله يشوفني. والله اسوي لك كفر والله ما ماسك بالسلسلة. والله ما يجي. مين ماسكة؟ رايد يقعد الله يرحمه وديني. طيب. واحد اثنين ثلاث بدل اجتماع. انا اللي ضغطت اجتماع. من اللي ضغطه؟ انا. بسال سؤال. اسمعني زين ركان يوم انه حشرك هناك بالقزاز ما يشوفون ايش يسوون عندنا يا الله يسوون عندنا مهمة وش هي؟ يا رب ما في مهمة مع بعض شلون؟ يا اخي ما حد مات اشرح للمهمة عشان يبرر عشان يبرر انه ركان انا اشرح المهمة ابرر مهمتي يا طويل العمر اني اقنع واحد يشرب طيب وادور احمد شوك وما لقيته ما في الا ركان وشرح لا تلمس يا حمار لا تلمس طيب خرج يلا عشان نخلص حد عنده مشكله الان لا ما حد ما صح طيب نروح مهامنا نخلص يلا بسم الله تعال انت ايش مو امك اول ما دخلت الاجتماع زين جتني بلونه صقعت في وجهي من ضربت ما ادري طب بسك سؤال انت شكلك ركن ايش قال لي قلت عربي كيف شكلي كذا رايت عربي كيف انا صغيره ما يشوف قلت عربي بالله كم بالمية انا شكلي؟ انا شفت ما صار كان بيد وانا دخلت سويت ما سوى شيء صدقني كانت يده كذا يا ولد زعلان مني مره يا ولد وين رايح انت؟ بيرجع هنا هو مخصوص هنا خلاص طيب انا دخلت على العيال وخوفتهم مهمتي اخوف ثلاث انا خوفت اكثر مره اتوقع اني سويت مهمتي صح؟ صح يا ولد؟ خوفت 10 ابى كافة كيف كافة كيف كافة بس خليك هنا وجزء ماشي امسح على راسه جود بوي خلاص امسح على راسه جود بوي جود بوي كل 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 خلاص انا كافى عنك هزي 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 اسمع انا ما نقاتل يا حرام احلف بالله توني مسوي مهمه قدام عينك توني مسوي مهمه احلف انه مو بنا يا حرام لا زي زي حميت من العيال راح قدام اجلس ولا كبر يا عيال ركان ابو مرعي بلاس جاي من وين؟ تعطيني مهمة انا قاعد اراقب برج المراقبة انا هنا يا بيه ايه روح مكان مرة جاهز والله متى؟ والله ما تعرف مكان جاهز والله جاهز والله جاي احمد تربي اذبحني ركانة يلا اضربني يلا اضربني يلا يلا تعال تعال يا كلب جور جوني يلا انقذوني يلا مسيكم زياد 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 كح زياد 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 والله انا ميت اجتماع 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 اجتماع
ناصر بدينا الاجتماع بتكمل طبخ. طيب طيب اللي مات الان زياد حلو؟ انا بقول لكم اللي شفته قدام عيني. زياد وركان كانوا يطقون بالبالونات. الله عليك. كانوا يطقون بالبالونات. فجاه زياد وركان ركضوا جهه غرفه ناصر نهايه الحوش، بعدها دخلت لقيت فيرفل داخل. الاجتماع راح منه وقت كثير. معليش والله معليش. فجأة زياد مات وركان صار في النص. اي انا تفرقعت. بل بكل بساطة اللي صار انه تفرقنا انا وزياد هناك يوم حاول يفرجع ثم انحشت انا. ركضت بعدها دخلت لقيت رايد فوق هنا. بس هذا اللي صار. طيب اللي كان برا انا عندي انا قاعد برج مراقب. حلو؟ في الفل. ايش خفت؟ قاعد تحت وانا في عند الباب مدخل وبالحوش. هم بالحوش صح؟ هم بالحوش. عند الباب شوي. قلت انا هنا فوق. قال لي يركب. اول ما ركب جاء ركان وراه. سبحان الله ركان انقذني. هاي كم لا 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 كان يقول لي قلت لك امزح قبل ما يجي لك معروف ولا تعرف في نفس الوقت معروف. وانا كنت قاعد اطبخ طبخ خوفتك. جاني قال لي نفسي خالد شوف وجهي تعال معي شوف. ما في وقت ما في وقت ما في وقت. ادري شو مفتوح هذه وجدته هنا من اقرب واثنين. ناصر يطبخ هنا قريب هذه وفيرفول. يعني يا فيرفول يا ناصر انتهى الوقت. انتهى الوقت. بضرب اجتماع ثاني. ولا ناصر؟ طيب. اي ناصر وقف. طيب لحظه انا مسوي اجتماع يلا عشان نخلص الموضوع. اوكي الان عندنا سوس على فيرفول وعلى ناصر. ليش على ناصر؟ ليش ناصر؟ هم العيال يقولون ايش يقولون؟ لا ما قالوا شيء. اوكي فيرفول برد. طيب تبريني الاول زين. انا خوفت ناصر. ناصر معطيني ظهرك علينا وقلت قال خاف. عنده رمز سوداء نفس الشيء مستحيل تشكون فيني. انت لو انه ما جاء ركان ما خلص تبرير. الشيء الثاني ناصر كان بيضرب ركان قلت لكم في الجوله الاولى. يوم جيت انا وقف. لا يا عيال انا تفرقت من زياد وانت اكرمت شخصك زياد. امسك اعطيتك بيض الني. هذا اذا انت مواطن وتخوفنا وخوف مواطنين اخوياك فانا ما احتاج. انا مصحح يا طيب صوت صوت روب ركان فيرف. انا ما احتاج الخوف فيرف. صوت عليك والله اني احس احساسي والله احساسي يا ولد. انا مو برايق عندي احساس. صدقني مو برايق. بسرعه بسرعه. في اثنين صوتين الان. كيف بتقول على مين انت؟ وانت خلاص 20 ثانيه بسرعه. كيف الله يقطع المضيق. يعني قاعد اخوفكم مزح. الحمد لله لا تخوفني. ليش انا صوت على ركان؟ خلاص كم الحين؟ 3-2 3-2 3-2 يس. طيب فيرف الامبوستر. طيب هو فيرف المواطن. لا ليه مواطن خوف؟ ليه خوف؟ احمد احمد هاراي هاراي. انا اذا مت بركان انا بمشي. اذا مت بركان اسف يا طويل العمر. امتن جيكوزي. ابي احط حاجات حركات عندك. خلاص زياد انت والله خوفت على فيرفول طلع غلط. مساك بالله خلصته. اي والله طلع غلط. انت الحين جالس هنا. والله اني تعبت. اقسم بالله تعب المسكين. والله اني تعبت. اسمع انا ما اقدر اتكلم معك الان عشان ما يصير مشكله لكن باذن الله انه بيطلع. خلاص. ركز. لا لا في خطه حلوه مره. ابغى امشي معك. لا 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 ما يكتبون. والله لا يكتبون. احسن من ميت. كان اللي
ولكن اجتماع 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 الله لا يوفقك ونستغفر الله اجتماع 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 كيمو ابو جسم كنا ضرس جسمه مختصر انا من القهر تعال اضبني تعال تعال يا انا ابو الضيم تعال تعال اضبني هين قال ترس العقل ذبحني خمسة دقيقة اجتماع لا اجتماع اجتماع يلا اجتماع وش صار؟ الله وش يتغير لون؟ هذا نفس حق هذا الافلام الفنادق اللي تخلقها قسم ما تقدر احنا في الحمام رايد روب رايد روب رايد روب وينهم يا عيال؟ يا جماعة مات رايد مات رايد شو؟ مات رايد مين اللي كان مع رايد؟ لا لا دقيقة دقيقة الاجتماع اللي بتكلم انا اللي مسويت الاجتماع اللي بتكلم كلكم تنطموا لا لا انت اول واحد تنطم اجلس اجلس هنا اجلس هنا جميل وقت الاجتماع بدا؟ بدا اوكي يا اخوان نعلمكم اول شيء مين الاثنين اللي كانوا دايما مع بعض؟ رايد واحمد رايد واحمد اوكي رايد الان ميت هذه النقطة الأولى النقطة الثانية انا من اليوم قاعد اطبخ طبختي في المقطع يا اخوان احمد دخل علي في البداية بعدين طلع قال لا شكله قاعد يضبط الجوال ما هو عشان وش عشان يضمني اعرف تعرفون حركات احمد المنقص ما يحتاج الحاصل ان اول ما طلعت من المطبخ بعد ما خلصت طبختي الجاي يجي من الباب ينظرني كذا احمد جاء نظره اللي بيذبح والله العظيم نظره اللي بيذبح يا اخوان نظره اللي بيذبح خلاص اجتماع طيب خلاص بتكلم معاه تكلم معاه طيب ركز معاه ايوه انا رايد من اليوم مهمتنا مع بعض من اليوم مهمتنا مع بعض الكلب انا وياه هو عندك اخوك خالد بالكلب وانا اخوه فرزه بالكلب هذا رقم واحد رقم اثنين انا يوم ندخل عليك كنت امزح معك ركان انا ما كنت امزح مع رايد اللي انا عشان يذبحه ما ادري ما انتبهت ما انتبهت اسمع لا لا بس ان فعلا كلام ناصر صح اخر اثنين كلمه باطي اوكي اقول لك شيء انا يومني اجيك من وين جانا راكان من وين جانا تذكر قبل الاجتماع من وين جانا 20 ثانيه تذكر دخل من وين من المنطقه دخل معاها طب بس طلع مع باب المطبخ صح مع باب المطبخ ودخل الصاله تذكر رايد كان هنا رايد كان هنا دخل مع باب المطبخ ذبحه ودخل مع باب المطبخ هو القاتل لا لا اسمع باب المطبخ لا انا توي جاي ما اقل ايمان لو طلعت لا 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 سوي يا عيال خلاص يا بقول شيء يا اخي يا عيال على التخويف احنا طلعنا في طلع الوقت خلاص وقت احمد صوت احمد ما في كلام يا عيال احمد ما عندك احمد خلينا نسكت فين ما هي ما في تسويت اوكي سكب ما في تسويت انا ما ادري هذا ايش تصير بموت انا ترى ما ادري ما يا اخي تستهبل لا يا ابني سكب يلا سكب انا ميت ما اتكلم الحين ناصر بيجيب العيد انا متاكد هذه غرفة بقدر اطالع بس المشكله مو هنا مشكله ان ناصر محمار ما زال مصمم عليه راكان البوستر مليار% الحين كيف نقنعه لازم اراقب راكان من بعيد بيذبح روب الحمار راكان بيفكر انه يذبح روب لازم اكون مع روب وين روب باقي ناصر واحمد روب عنده مهمه في غرفه ابراهيم انا ضروري اطلع ناصر اسمع لا تخاف ما عندك اجتماع تدخل اقدر اذبحك الان حلو انا اقدر اذبحك الان لكن انا مواطن اوكي السلام عليكم بس حاب اقول شيء يا ما اجتماع
ناصر ناصر شفت مين؟ كلام كلام ما تروح. أنا شو اجتماع؟ أنا يضرب. ما تروح. أوكي. كويس. بدي اسمع. يلا يضرب. أنا يضرب. أنا يضرب. أوكي. خلت عليك من الحال. ما كان عندك اجتماع. صح. تذكر؟ أنا ما أدخل عليك. ما كان عليك. شو قلت لك ناصر؟ ناصر. بضغط على الحين بشوف ركان. أدري بتحس إني الآن قاعد أقول كلام عشان أبعد السوس مني. أنا أدري ناصر إنك تدري إني خبيث في السوالف هذه. أنا داري. بس أبيك تصير هذا كله من راسك. أركز معاك. أبيك أنا تفكر بحاجة واحدة بس، إن عيب عيب لو فاز ركان. أنا أدري إنك تحسب إنه أنا أدري إنك لما المقطع بقناتي تحسبني أنا الإمبوستر. بس لا يا ناصر، لا لا أنا مو الإمبوستر. قولي ليش؟ اللي مستحيل إني أكون غبي لدرجة إني أكون إمبوستر بقناتي. بتستر علي أكيد. بس ركان لو فاز هذه مصيبة لي. هو خلاني عشان يبغى يطول المحتوى بقناتي. بس هو الإمبوستر، هو الخاين. تكلم كل هذا سوالف. لا يبي يحاول يقنعك وانت تعرف خبثه. لا تنسى اذكر الماضي بالنهيبه. يبي يفوز بالنهيبه. شفت بعيوني هو يدخل على موقف الجاكوزي صقعه. شفت بعيوني كنت متخبي ورا الغرفه. شوف ابراهيم، شوف 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 في الراوند هذا كان يمديه يذبحني ثلاث مرات ومرتين اتوقع. وتكفى يا ناصر الراوند هذا. ايوه كذا يضمنك، كذا يضمنك. شوف في الراوند اللي قبله بعد كان يمديه يذبحني ولا ذبحني. ليش؟ هذا خبثة. أحمد أعرف يحب يشوفني متنرفز، يحب يشوف ردة فعلي إذا مت. رداد أنا أسامة ذبحني. يلا هذا يدل في إنه ما يدل عن وجهك تغير لونه. ليش؟ يا لا 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 يا ناصر ناصر وكل شيء ناصر نظني تبي تطلعني. أحمد تقدر تطلعك ولا لا؟ ناصر يا عيال ناصر خمس ثواني وتصويت. تبي تصوت علي؟ ما صوت على الركان. تبي تصوت علي؟ كيف؟ تصويت. أنت خسران. أدري موقف صعب مرة. أدري إن كلامي دايما يوثر بيك. أدري اللي قاعد أقول الآن ممكن موقف مو صعب ناصر. هذا رسالة وبعد مصيبة. مصيبة صعب. قسم صوت عليه. صوت 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 ركان. ناصر ناصر انت بتحدث. لا يفوز المقطع. لا يفوز. تايمر تايمر يمشي. حمد لله مسوق علي. ما تمشي مرة دي. ما تمشي ناصر. لا تمشي سرعة. لا تمشي سرعة. خلاص سكيب. انا ابغى صوت سكيب. سكيب سكيب سكيب. يفوز امبوستر. يفوز امبوستر. يذبح واحد. يا الله يفوز امبوستر. يفوز امبوستر صح. ناصر ليه ما صوت عليه وخلص الجيم؟ اقسم بالله القهر الفوز ركان. ما يستاهل والله. والله حرام. والله ما يستاهل. ما يمدي. ما يمدي. ليش؟ ما يمدي. تسكات صعب تسويها بسرعه. خلصت؟ اي خلصت. عادي نصور مقطع ثاني بقناتك ولا قناتي ولا قناتك الخاصه. الله يعطيكم العافيه يا جماعه على المشاهده. استمتعنا. خلاص خلاص خلاص. استمتعنا مره. والله كاني لاعب يا صديقي. والله اني انا تعبت. شوف قلب عرفت. والله اني معذب. والله اني طيب حاولت. الى هنا وصلنا لهذا المقطع. تسلم من اللايك والاشتراك. تبون تبون نسوي جزء ثالث ونحط برضه مودات بالفيلم. الله يسعدكم. السلام عليكم. طبعا وش دبليو واي ممتاز.